إن الدبلوماسية الجزائرية اليوم بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخبرتها وتجربتها الرصينة وسمعتها وصورتها المتألقة تحظى كل مواقفها وآرائها باحترام المجتمع الدولي بالنظر لوفائها الثابت بالتزاماتها خارج إطار الظرفيات والمواقف المتهافتة، لا سيما في دعم القضايا العادلة في العالم والمبادرة بمقاربات لحلحلة مختلف الأزمات والتسوية السلمية للنزاعات في محيطنا الإقليمي والدولي. وقد دللت حركة التاريخ وتطور الأحداث مدى صدقية وواقعية رؤية الجزائر لتلك الأحداث والأزمات.